أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السند كسر دوار ورك صباحنما أعلن سيدة ميديا وصباحنما سبدي أخذ بحساسي حساسي أي نوصة صعد فضلاً نلاتشوك حق حساسي المشرح عبد الرحمن عبد الشكور والسماء وشعبك سوماليات كباقي إن أي كعضون وين سميان سيدوك الحلبان مهد سرادو أفكو فرطي إسلام مركاسنا أمن الدرادة دان يرادة لغو اللاين أيام مقاردة مقدشة كهدلي سياسي عبد الرحمن عبد الشكور ورسماء إيا حلبان مهد سراد أيام مركي وهو الرئيسي كهدلي ديلك السكرية محمود حسين كالفروغي إيا سودة بحمود حسين أو أهالبا ولا على أهي أو سنة حريص درا أهي اللو قد دل إزقو إسكدبك أي مقالة مقدشة إسلام مركاسين عيدة مدى الدولة الفيدرالك الصومالية حبد هويي وحي أقوه الرينتي أهل كأي أصحابتا مرحومين تاوغو تعسيين غيري دي حانون كبدنه دي كوتي ميت سكري إيا سودة وحينا اللو قبريين إن سمري إيمان كسيو إهلكا سيدو كلا وحي لامها أمنيقا كدل بدين إن سيد دك دقاه أسوا قبتان عدالتنا وهر كيانان قعن كو ديق لياشي فالدنبيات كاسي قيستي مهد سلا دايا أساقونا سي أدق أغا ديقاي إن لراتيرو دنبي لياشي ديل كاسي برير كاهي قيستي سي اللوغ الليحيو عقابتا أي استاهلان عبد الرحمن عبد الشكور ورسما يا دنكي سكو باقي إن كعضون وين أي سميان شعبك صوماليات ما دام أو شيغي إن دولة دي حيل كيدي دماري أي دي دنتهي إن وحلق قبتو دباتو ينك تاغن هادي كوي قوبت كودة إريتريا لو قاضي وحبا لو قبن هادي إهل كي قبت دودة نسا لغو دح دلي حقو دي لدود سيي هادي سودة إيا سكرية ديل كودة وحبا لغا قبن دونين هادي ديل كدعا إيا أمن الدرد سي باهدي هادي شعبك عن شورتا الشباب إيا الدولة دا أي كودة قاضيان أمن إيا عدالتنا إيسان هيسان محادي ديا إنا يددكو قرحان أو أي دولميقا إسكا قادان أيو يلي عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي وحاك لأوكو إيا ديا دولة دا فيدرالك صوماليا إنا يديدن تهي إنا يدالك دورشان نواد أهي كقبطو أو أي كليا دونيسو إن حوب إيا بوب أي وحكو قادتو والدولة دا وقت جيدا دماري إيهو قامي محمد عبد الله فرماجو سيكستوى إلا أي حد ما عدد السببت أي عيدة مدى الدولة دا فيدرالك كورساسيين موتدا أي سارناين ولا لها حسيشي وحام مرر بدن دعا إن عيدة كالدولة دا أي رساس معنى الدرق أهي إسكفران أما أي إسكو ديان إن أي كفرتان ودوين كمركة جام أوجرو عيدة مدى الدولة دا أي بقول القف أو شعب أهي أقود دي المقالة دا مقدشة السبب لآن وحانا ير انت لو سو قبتي لونا محكمة دي فالك فوشحن تاسين وحي تمد كدي مركي وحلك فولي مدحوينا وقتي كدعي محمد عبد الله فرماجو لنا عكلا حفيز الرئيس الوزارة الروبلي او ورياب لك سو ساري مرن كهري دورة شد دلك افاين كحكومة دا صوماليا محمد إبراهيم علمو ايا قرال وصو ديگ فيسبوك كو شيغي ان رئيس الوزارة الروبلي آنو شاقا كلهين سيحتان كقالذات كدورة شوين كبالسي اي هو شاسي او تالقو ديگا وحل ساري معلمو ايا شيغي ان روبلا اي كاقو انتهي انو كشقيو ان لدورو هفنان تا دورو شدا بلسي آنو اهين غرصوري سيري لتاگن او كيس والبلغة دون ايو انو اسيقا غار امنوخدو رئيس الوزارة محمد حسين روبلا وحا كاقو ان اساقا او كاشان ايا قولها ودا تشيقا قران ان لدورو هفنان تا دورو شدا وانا السبب تا او حد ايا جير قدية دا كلاد دوان اي دورو شوي كا ايا قدية حالن تا خلافات كولا مدا او لا يشو او ادكيو ان اي دورو شدا امامولان سيدها فوران ايو يري افايين كحكومة الروبلة دورشا مركا لفولين ايو حقيق ان اي علادو لسو بحان بلسي حدي اي قلادات دعان وان سيحتان كودا لو مراحب وافقسان هب راعي دورشا دا اي آني نقن مد عافمات كدسان وحانا اوو داسي اسكاله قدية دا وحل ساران هو شاسي اي رئيس الوزارو ما هاقر صوري سيري لتاقن ايو مركا ليري معلمو ايا انتاسي كدري ان دورشا اي قبصونتو اي تهي حالك كليا هدالك اوغو قد بكرو مرحلة دا اومان تتاقن يهي سيدو هدالك ودقاي هدالك ان ايا ايمان ايا ايدو قلاها ميدو قمشارحين تا معارضك اي شاقن ان اي حنان كاي دورو شرق سعوطة او سن اهين مدهوفن ايا قو شاقن ان وحا سعوطة او يهي بوب عد او امدو صوماليات او جيدان اسلام مركاسين اللو دل قادن كرين ميدو قمشارحين تا معارضك ايا بيان اي سو سارين صدن كي نوفمبر كو ايديي إنو سرراليك إحين أقبالين خيبنا كنقون دونين بوبك السعودة إيه لغو ديبن دابين إيو شعبك صوماليا دي لغو بربورين إيو جيد دي سعود كي نبدا إيه ديسمها دولد نمدا ميدوغ مشرحين تا إياسي دوك لقرال كاسكو شيغي إن روبلا أي كدال بدين إن لجوجي الدورشو يكبال ساوكو قعان سيري تاسي أوكو قصبتي إن إيسي شاعسن او دال بدان إن لحكي يدبي أهام بدورشلا ما دام بلنتي أوكو بحي رئيس الوزارة محمد حسين روبلا سولا بشديسي دال كاسي قدر كدب وحا أوسي توس أوس فديستي فهد ياسيني فرماجو
fadlan dib u daaw wararkeeni hore ee calansida media xog xasaasi ah ciidamo iska soo horjeeda oo dhaqaaqyo culus ka wada magaalada boosaasi wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxaya madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari oo qorqor oo soo gaaray magaalada muqdisho kadib boolkii uu ku sameeyay xildhibaanada golaha shacabka ee federaalka soomaaliya aan ku horeeya wararka naga soo gaaraya magaalada boosaasi ee xarunta gobolka bari ayaa sheegaya in halkaas ay ka jiraan dhaqaaqyo ciidan oo ay sameynayaan ciidamo ka amar qaata madaxweynaha puntland saciid cabdullaahi dani iyo ciidamada bsf ta ciidamada dhaqdhaqaaqyada ciidan wado ayaa kala ah ciidamada badda puntland oo agaasime ku-xigeenka uu saciid dani u magacaabay xilligii oo xilka la wareegay 27-dii nofeembar iyo ciidamada bsf ta ee ka hor yimid xilka qaadistii lagu sameeyey agaasimahooda saciida cabdullaahi dani ayaa si cad u sheegay in ay ka go'an tahay xilka wareejinta agaasimaha bsf iyo inuu soo afjari doono in ciidamada puntland ay hoos tagaan shakhsiyaad iyo ciidanka uu dul dejiyey xeryaha ciidamada bsf ta ayaa xoojiyey dhaqdhaqaaqyada labada dhinac sida ay dadka deegaanka ay u xaqiijiyeen warbaahinta waxaa magaalada lagu dhex arkayaa ciidamo aad u fara badan iyadoo cabsi weyn laga qabo dagaal dhex mara ciidamada puntland ee saciidani la safan iyo kuwa b s f ta islamarkaasina xaaladda boosaaso ayaa saacadihii ugu dambeeyey laga dayrinayaa waxaa socda dadaallo lagu doonayo in lagu baajiyo dagaalka balse xogta aan helayno ayaa sheegaysa in labada dhinac ay diidan yihiin wadahadalka islamarkaasina ay xal u arkaan in dagaalka lagu kala baxo isimada ayaa kulan la qaatay mas-uuliyiinta ka tirsan dowladda kuwaasi oo ay qayb ka ahaayeen wasiirka amniga puntland oo kal hore hanjabaad culus hawada u mariyey ciidamada b s f ta waxaana lagu wadaa in saacadaha soo socdo la kulmaan dhinaca hay-adda b s f ta xiisadii maalmihii u dambaysay ka dhex aloosneed madaxweyne dani iyo agaasime diyaana ayaa waxay si weyn u saamaysay magaalada boosaaso ee xarunta gobolkaasi oo ah magaalo ganacsi oo ay ku nool yihiin dad aad u fara badan waana magaalada ganacsiga ee maamulkaasi puntland dhinaca kale nacamleeyo qoorqoor oo muqdisho soo gaaray caawa iyo ujeedka safarkiisa madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor iyo wafdi hogaaminaya ayaa caawa soo gaaray magaalada muqdisho caasimada dalka oo muddooyinkii u dambaysay uu ka maqnaa isla markaasina magaalada dhuusamareeb boob xooggan ka geystay wafdiga qoorqoor ayaa galabta ka soo ambabaxay magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug si dhab ahna looma shaacin qorshaha safarkiisa muqdisho qoraal ka soo baxay xafiiska qoorqoor oo looga hadlay safarkaani ayaa lagu yidhi madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa waxaa si diiran ugu soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha aadan cadde mas-uuliyiin ka tirsan gobolka banaadir qaar ka mid ahay golaha wasiirada iyo xubnaha labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale sidoo kale waxaa soo dhoweeyey madax ka tirsan maamulkiisa galmudug imaatinka madaxweynaha galmudug ee muqdisho ayaa ku soo aadaysa xilli uu jiro khilaaf iyo is-aaminaad xun oo ka dhex dhalatay boobka ku socda doorashada dalka asigana sabab uu u yahay wararka qaar ayaa sheegaya in qoorqoor uu muqdisho ugu sii gudbi doono dalkaasi turkiga sidoo kale waxaa suuragal ahay inuu kulamo la qaato midowga musharaxiinta mucaaradka oo qaadacay doorashadii asiga uu qabtay galmudug ayaa ka mid ah maamulada qabtay doorashada xubnaha golaha shacabka ee beelihii lahaa kuraasta ay ku doodayaan in la boobay sidoo kale waa maamulka ugu daran ee ku dakanoobay doorashada iminka socota ilaa laba beelood oo kale ah wacaysle iyo beelweynta mareexaan ayaa horay ugu goodiyey inay isaga baxayaan maamulka galmudug ee axmed qoorqoor uu hoggaamiyo kadib markii loo madax bannayn waayey ayay ka talinta kuraastooda si kastaba ha ahaatee gacanyaraha farmaajo master qoorqoor midowga musharaxiinta mucaaradka weji fiican miyuu kala hortagi doonaa mise weji gabax dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka